قدام أشهر مكتبة للمقتنيات القديمة الكلاسيكية على مستوى العالم، مكتبة الأسكندرية. المكتبة اتبنت في عهد بطليموس الأول والثاني، وللأسف المكتبة اتحرقت مرتين، مرة في عهد أسطول يوليوس قيصر لما هجم على مدينة الأسكندرية، والمرة الثانية كانت بقيادة سيوفيليس عام 391 ميلاديا. للأسف المقتنيات اللي في المكتبة كلها اتحرقت باستثناء مخطوطة أصلية، كانت المكتبة بتضم حوالي 500,000 من المخطوطات الأصلية في جميع المجالات، في الطب والفلك والهندسة، وكل المقتنيات اللي في المكتبة للأسف حرقت.